مرحبا بكم على ماليس اونلاين، معكم محمد علي السويسي. اورانج اعلنت في كومونيكي دو بريس انها باش تبيع اكثر من 50 بورتابل ما بين دي سمارت فون ما بين دي بورتابل اونتري دو جام. التفاصيل نتاع الكومونيكي هذايا جينا مع عند الريسبونسابل ريلاسيون بريس لاتاشي دو بريس عبد العزيز جيلاني. مرحبا بك عبد العزيز. مرحبا محمد علي. دونك اورانج كيف قلت اعلنت انها باش تبيع اكثر من 50 بورتابل ما بين دي سمارت فون وبين دي بورتابل اونتري دو جام. سامحني، هذوما دي بورتابل اور فورفي ولا داخلين في لي فورفي تاع اورانج؟ هذوما دي بورتابل اور فورفي بيان سور، ابار لي بورتابل الاخرين اللي فيهم لي فورفي والايفون نوتامون. على ذكر الايفون، اخبار تحكي من الموديل اللي فاتت انه فما ستوك جديد نتاع الايفون 4 خلط تونس، من كنتي ناخذوا الاخبار صحيح؟ بالفعل الايفون وقع نجاح كبير ياسر مع اورانج. هذه المرة الثانية اللي نوصلوا للريبتور دو ستوك، لكن ما طولتش برشا وجبنا ستوك جديد سورتو فور الايفون 4. ما تويك موجودين الايفون 4 والايفون 3 جي. به عبد العزيز، هذا بالنسبه للايفون. بالنسبه للسمارت فون اون جينيرال، يعني شنو الانواع اللي عملت عليهم بالكدا بالكدا اورانج، خاصه في وسط هال 50 نوع نتاع لي بورتابل اللي عملت عليهم؟ 50 نوع هما. بالفعل اللي عملناه، اللي حبينا نقدموا ان ايفونتاي دو برودوي يستجيب الحاجيات كل الحرفاء نتاعنا، لي بروفيسيونيل، لي جون، لي موان جون، من دي موديل بازيك كيما قلت اونتري دو جام باسعار بسيطه، حتى لي سمارت فون اللي مكنوا من خدمات اكثر على 3 جي، على الانترنت، على البوش ميل. معناتها الحريص في نجم يلقى ان لارج شوا باسعار، حاولنا نكونوا قدر الامكان انها تكون الاسعار الارفق في السوق التونسي. به لي بورتابل هذوما موجودين في 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 لي بوتيك نتاع اورانج سي كوميرسياليزي ولا مازالوا ما بداوش؟ اكزاكتومون، لي بورتابل هذوما الكل موجودين اون بوتيك. اون اغي ابروفيزيوني لي ستوك نتاعنا فلاي بوكس ايفون وال50 واكثر من 50 هاتف جوال جديد، هذوما اللي نقدموهم للحرفاء. عبد العزيز، حبيت نسالك هنا كونسيرنون لي فورفي، تو خاطر حكيت على اكثر من بورتابل جديد، اكثر من 50 بورتابل جديد كما قلت اورانج بدات تبيع فيهم. كونسيرنون لي فورفي تو، اسكو فما حاجه جديده تخص لي فورفي واللي فورفي بتاع لي بورتابل هذوما؟ بيان سور، كما يعرفوا المستمعين اورانج تبيع لي فورفي بالتليفونات باسعار تمكن الحريص من احتساب الدقيقه باسعار اقل من الاسعار اللي في مسبق الدفع. فما حاجات جديده بقدر تربي في لي فورفي، ان شاء الله نعملوا عليهم في القريب على مالي. بارك الله فيك عبد العزيز جيلاني، ريسبونسابل ريلاسيون بريس في اورانج. ان شاء الله نجولك في القريب قدر تربي بالطبيعه، باش نعاودوا نسالوا على اخبار اورانج الجاي، خاصه انه قاعدين نقربوا بالخطوه والخطوه للعيد ميلاد الاولاني بتاع اورانج في تونس. مشكور محمد علي. يعطيك الصحة. كان هذا موعد على ماليس، لا باج دو توت لاكتواليتي. مرحبا بكم الناس الكل على www.malisonline.com.